الدولة الأموية، دولة الرخاء. بعد وفاة الخليفة عمر بن عبد العزيز عادت الخلافة لتكون في أبناء عبد الملك بن مروان، فتولى يزيد بن عبد الملك وبدأ عهده بالانقلاب على معظم الإصلاحات التي قام بها الخليفة عمر بن عبد العزيز، وبلغ هو وأمراء بني أمية في حياة الطرف. تم في عهد يزيد إعادة فتح بلاد أرمينيا وبلاد الران على يد والي أرمينيا يزيد بن الجراح بن عبد الله الحكمي، كما فتحت بلاد الصغد. نشط الخوارج في هذه الحقبة، وقاد شوذب الخارجي ثورة كبيرة على الخلافة، وانتصر على جيوشها في الكثير من المعارك، إلى أن تم قتله على يد القائد سعيد الحرشي. وثار أيضا الأمير يزيد بن المهلب بن أبي صفرة، فاستطاع الخليفة القضاء على ثورته. بعد يزيد تولى الخلافة هشام بن عبد الملك، فشهدت الدولة في عهده ازدهارا كبيرا، وازداد الاهتمام بالعمارة، وتم ضبط الدواوين، وبنيت مدينة الرصافة قرب الرقة. وعلى صعيد الفتوحات جرت سنة 114 للهجرة معركة بواتيه، بلاط الشهداء، بين جيش المسلمين بقيادة عبد الرحمن الغافقي وجيش الفرنجة بقيادة ملك فرنسا شارل مارتان. فخسر المسلمون المعركة، واستشهد عدد كبير منهم، من بينهم القائد الكبير عبد الرحمن الغافقي. واستمرت المعارك مع الترك والروم، وبرز من القادة محمد بن مروان بن الحكم والجنيد المري وعاصم بن عبد الله الهلالي. وشهدت هذه الحقبة قيام عدد من الثورات على الخلافة، أهمها ثورة زيد بن علي بن الحسين بالكوفة سنة 121 للهجرة، وثورة ابنه يحيى في بلخ بخراسان، وقد تم القضاء على ثورتين، كما قضى عاصم الهلالي على تمرد الحارث بن سريج. ونشطت في هذه الفترة الدعوة العباسية السرية، وانتقل نشاطها إلى الكوفة، وتولاها إبراهيم الإمام، وبرز من قادتها ودعاتها أبو مسلم الخراساني. كما ظهرت بعض الفتن في خراسان بين العرب القيسية واليمانية، كانت هذه الحقبة حقبة ازدهار كبير في الدولة الأموية، نشطت فيها العلوم والتجارة والعمران، واهتم الحكام بتنظيم البلاد وبناء الحدائق الغناء خصوصا في الشام. وبوفاة الخليفة هشام بن عبد الملك بدأ تاريخ تراجع الخلافة الأموية.